قبل نصر، حنا قبيل نهاية شهر رمضان أعلنتم في الفرع ديال النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب واحد ثلاث أيام في شهر ماي. شنو السياق ديال هاد الدعوة للإضراب؟ وبعدا كنشكركم بعدا على التواجد ديالكم والحضور معكم كصحافة وطنية لتغطية الأحداث والمواضيع المهمة اللي كتعرفها كعرف الساحة، وكذلك الدور ديالكم في هادشي ديال الجامعة والفضحة ديال الواقع ديال الجامعة اللي كاين حاليا. حنا القرار اللي خديناه في الجمع العام الجهوي اللي نعقد في كلية الحقوق طريق جديدة نهار 27 كان بعد استنزاف واحد العدد ديال لا 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 سميتو ديال الانتظارات وواحد العدد ديال الوعود والالتزامات وبلاغات مشتركة وكذا، فوق الوضعية ديالنا مازال هي منذ 2002. منذ 2002 ما عرفناش شي زيادة في الأجور بالنسبة للأساتذة رغم الغلاء ديال المعيشة وتطور الخدمات. 2002 راه 20 سنة تقريبا. 20 سنة هادشي الأجور ديالنا ما تحركاتش، وهذا غادي في حقها مسألة اللي هي خطيرة. ثانيا عندنا واحد العدد ديال الأساتذة اللي وصلوا البلافون ديال الوضعية ديالهم في 2000 22 عام دابا ما تيترقاش، ما عندوش فين يترقى. علاش؟ لانه النظام الاساسي اللي كاين دابا حاليا غير محفز وفيه واحد السقف ما يمكنش تجاوزه. كاين كذلك واحد الملفات اللي هي نقابيه اللي بدات من 86 اللي هي عندها علاقه بالدكتوراه الفرنسيه، واليوم اللي حنا تنطالبوا فيها هي استرجاع الاقدميه بالنسبه لهذ الفئات ديال الاساتذه. كاين اساتذه اللي اشتغلوا في الوظيفه العموميه والمدة ديال سنوات، كاين اللي دوز 15 عام 10 سنين في الوظيفة العمومية، ومن بعد الاجتهاد ديالو الحصول ديالو على الدكتوراه والالتحاق ديالو بالجامعة كيبدا أزيرو، الأقدمية كلها ديالو اللي دوزها كتمشي. وكاين الواقع ديال الدار البيضاء، الواقع ديال المدن، أنه أستاذ دابا بالصالير اللي كياخد مثلا ما كتكفيش لا بالنسبة باش يكري ولا باش يدخل شي مشروع سكني ولا باش يخلص على ولادو مدرسة خاصة. المهم الأستاذ ولا بحال شي بوليتان، ولا بحال شي كادح في الفترة هادي. سي بن نصر، ملي كنتكلموا على الأستاذ، هذا الأستاذ الجامعي، الجامعة اللي عنده واحد المكان اعتباري في المجتمع، كيف ممكن يستقيم الأمر الأستاذ جامعي ولا يجد ما يسد به رمقة بين قوسين في المعيش اليومي ديالو؟ لهذه الدرجة وصلنا؟ وفي حقيقة حنا بعدا كنستحضر الوضعية ديال العمال والكادحين بمناسبة اليوم العالمي الفاتح ماي، اليوم العالمي للعمال والعيد الأممي للطبقة العاملة. وفي حقيقة ما كنعرفش كيفاش هاد العمال وكيفاش هاد الكادحين تيعيشوا في هاد الظروف اللي هي مزرية، وفي تجميد الأجور وفي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الظاهرة ديال التفقير الجماعي والغلاء ديال فاتورات الماء والكهرباء والغلاء ديال المحروقات. في الحقيقة هذا وضع متأزم، وضع اللي خطير، وهذه الحكومة المتعاقبة في حق الدور ديالها هو تكريس هذا الواقع وتكريس، لأن اللي جا كنلقاو كيدير نفس السياسات العمومية التقشف، واللي جا كنلقاو كي دونك. أنا بالنسبة لي في حقها ما يمكن إلا نتضامن مع الكادحين ومع العمال فهاد الوضعية. وكنقول بأن وضعية الأستاذ الباحث اللي هو إلا بغينا نقولوا في القمة ديال السلم مثلا ديال الأجور وديال الوظيفة كيعاني حتى هو من ظروف اللي هي قاسية، ظروف اللي قاهرة. نعطيك غير مثل اللي هو بسيط، هو أنه اليوم كنديروا اتفاقات مع واحد العدد ديال الوزارات، ثلاثة الوزارة منذ 12 سنة هذه. اتفقنا مع الدولة ديال مشروع النظام الأساسي، اتفقنا مع السيد أمزازي، صافي تنقولوا صافي راه كاين اتفاق كذا. جا الأستاذ المراوي حتى هو دابا حاليا، واش خصنا ندوزو معاه حتى هو 4 سنين ولا 5 سنين كما دوزناها مع الآخرين بدون فائدة؟ فحقا حنا لقينا راسنا في واحد الوضع غير طبيعي. حنا ماشي ذاتيين ولا ما عندناش هم اللي هو وطني. حنا بالنسبة لنا كنستحضروا مثلا الواقع ديال الطلبة، الامتحانات ديالهم، الظروف اللي تعيشوها حتى هي، وحنايا بالنسبه لنا هاد الشيء غادي يكون على حساب هاد الاضرابات ولا هاد النظام يكون على حساب الطلبه، ولكن الطلبه يفكروا فيهم المسؤولين حتى هما يفكروا فيهم.
ماشي حنا ديما غنفكروا فيهم. حنا دابا وصل الزيل والسوبة كما تيتقال، ما بقيناش قادرين نصبروا مازال، لانه الوعود بعد الوعود. هذا عدم الصبر هو اللي جعلكم تخوضوا اول اضراب في هذا الميراو، ثلاث ايام متتاليه وعندكم ربما ايضا احتجاجات اخرى. وفي مواد ديسمبر خدينا، ديسمبر اللي فات خدينا اضراب ديال 48 ساعه على صعيد جهوي ديال الطابور، ونفناه وكان اضراب اللي هو ناجح، وانتظرنا واحد المده ونعطيو فرصه للمسؤولين والوزاره والحكومه الجديده. نورمالمون الشعارات اللي بدات بها هي شعارات ديال الحكومه ديال العمل الاجتماعي وكيفاش انه تعطي للجانب الاجتماعي واحد الاهميه وهذا. مي من بعد دابا تقريبا المده ديال 9 شهور كنلقاو راسنا باقيين في نفس الوضعيه، ما كاينش شي حاجه اللي بوجد. بالتالي حنا ما غاديش نصبروا اكثر من هذا الشيء. ودابا حنايا معولين خرجنا باش نديروا ثلاث ايام ديال الاضراب اللي هي اضراب اللي غادي يكون على صعيد الدار البيضاء، وكذلك من بعد غادي يكون نقاش حول اضراب مفتوح اللي يمكن ياخذ السنه كامله. وحنايا تنتظروا فرص اخرى لان حتى هي عندها نفس المعاناه، كاين واحد السخط واحد الغضب في الشارع اللي ماشي سهل واللي عند الجامعيين وعند الاساتذه الباحثين كاين. بالتالي كنتظروا بانه حركات اخرى اللي غادي تكون في واحد العدد ديال المدن الجامعيه وكذا، من اجل انه يكون واحد الضغط على المسؤولين باستجابه للامر. لكن هذه المطالب اللي تكلمت عليها في النصر ما كتهمش فقط الفرع ديال الدار البيضاء، كتهم الوطني. فين هو المكتب الوطني ديال النقابه الوطنيه للتعليم العالي من هذه المشاكل؟ هو المكتب الوطني، وانت راه في نفس الوقت ربما النائب ديال الرئيس. المكتب الوطني الى سيدو جاري هذا الشيء ديال الحوار بواحد الطريقه اللي عقلانيه، وكذلك بواحد الروح ديال الوطنيه وواحد الروح ديال المسؤوليه، خصوصا في الظروف اللي كانت كتمر منها البلاد، هذا الشيء ديال الجائحه وهذا. ما بالنسبه لنا حنا كنقولوا بانه في الظروف المعينه ديال الجائحه وداك الشيء، اييه حنا الوطن ديالنا بلاد ديالنا هذه خصنا نصبروا حتى نشوفوا واش ممكن يدار. ولكن دابا هذا الشيء ديال الجائحه ما بقاش عيد، دونك الا كان شي التزامات ديال المسؤولين ولا كان شي تنفيذ ديال تكون. كذلك بالنسبه للمعارك اللي يمكن تخد على المستوى الوطني، راه كان اخر اجتماع ديال اللجنه الاداريه اللي هو مازال مفتوح واللي غادي يعاود ينعقد، واللي كنا كنتظروا فيه اشنو غادي يخرج من الالتزامات وشنو غادي يتنفذ من الالتزامات. اكيد بان الاجتماع الجاي اللي غادي يكون في لو 29 في لو موا ديال افريل لو موا د ماي، واكيد غادي يمشي في نفس الاتجاه، نفس الاتجاه ديال التصعيد، لانه تقريبا حتى اللجنه الاداريه في النقاش ديالها كان نقاش اللي حاد، وكان نقاش اللي فيه ساخن، واللي فيه نقد للمكتب الوطني على الخطه اللي كان كيشتغل فيها، هي انه اعطى الاهميه للحوار اكثر ما اعطى اهميه للنضال، وفي الوقت اللي خصهم يمشيو بجوج. وانا كعضو في المكتب الوطني كنتحمل مسؤوليتي انا في هذا الشيء اللي وصلنا ليه، لانه تقنا بزاف، الثقه ديالنا كانت كثيره بزاف في المسؤولين، وتقنا بزاف في البلاغات المشتركه وهذا، وما عطيناش اهميه للجانب اللي هو نضالي والجانب اللي هو كفاحي. بالتالي اليوم حنايا في اطار النقد الذاتي ديالنا خصنا نخرجوا ونعبروا على السخط ديالنا على الضغط ديالنا. كذلك كاين مخططات اللي هذه الايامات كتنجز، ما يسمى بليزاسيز ولا المناظرات الجهويه، والهدف منها من بعد الخوصصه ديال الجامعه، الهدف ديالها دابا بحال هو المخزنه ديال الجامعه، وانا اللي غادي يعود يتحكم مثلا في الجامعه هو الوالي ديال الجهه. بالتالي هذه مساله حنا كنرفضوها. الجامعه عندها واحد الاعراف ديالها وعندها قوانين ديالها منظمه ديالها، وعندها واحد الاشواط في الديمقراطيه وفي التمثيليه ديال الهياكل ديال التعليم العالي، مجالس الجامعات منتخبه، مجالس المؤسسات منتخبه، باقي ما وصلناش للصيغه ديال انتخاب المسؤولين رؤساء الجامعات والعمده، ولكن هذا النضال اللي مازال مستمر. ما يمكنش غنرجعوا للوراء باش تعود وزاره الداخليه هي اللي كتحكم في الجامعه، وهذه مساله مرفوضه وغادي نواجهوها بواحد الطرق اللي علمتوا على ثلاث ايام، يعني نهار 10 11 12 مايو في السوق كاين اعتصامات وربما تكون سنه بيضاء، واش هادشي ما كيهددش المسار التعليمي؟ انا بالنسبه لينا ما عندنا شي حاجه الا النضال، ما عندنا شي سلاح اخر هو الاضراب. كل عندنا شي سلاح اخر نديرو. حنا معولين متفقين على اساس انه اتفقنا في الجمع العام اللي عرف واحد الحضور استثنائي، اول مره الدار البيضاء كيكون واحد الحضور لان الناس ما لقاتش فين تجلس، وهذا الشيء كيذكرنا بالسنوات ديال التسعينات والسنوات ديال اللي كانت واحد التعبئه كبيره قويه في هذاك المشروع السكني ديال النسيم، وكانوا الاساتذه كيحضروا بشكل مكثف. اليوم
افكتيفمون كان حضور ديال الاساتذه، وبالتالي حنايا دابا ملزمين بتنفيذ القرارات ديال الاساتذه اللي خرجوا للجمعيه. والقرارات اللي كاينه، كاين القرار ديال الاضراب 3 ايام، النهار الاول غيكونوا في ديال لي زاسيز وديال المناظره، غيكون اعتصام في البلاصه فين غيكون هذا الشيء ديال لي زاسيز ديال المناظره الجهويه، التقارير اللي غتعطى تما، وبالضبط في المدرسه الوطنيه للتجاره والتصوير في عين السبع، تما غتكون عندنا وقفه هذاك النهار ديال 10. ونهار 11 و12 غيكونوا ندوات وحده حول الازمه اللي كتعرفها الجامعه، وندوه حول هذا الشيء ديال التطبيع اللي في حقه حنا كنرفضوه، واللي حتى هو خص واحد المعركه نضاليه ديال النقابه الوطنيه التعليميه اللي فيها الطويله اتجاه مناهضه التطبيع. نعم، الى جانب هذا الشق النقابي او الوجه النقابي، كاين واحد الوجه اخر اللي هو طفى على السطح الان ويسيء لصوره الجامعه، وما يسمى بالفضائح الاخيره، النقاط مقابل الجنس، بيع الشرف للماستر، البحوث. الى اي حد انتم في النقابه تعالجون او تتصدون لمثل هذه السلوكات الغير المشرفه لوجه الجامعه؟ شكرا على هذا السؤال، لان ذكرتيني بعد هذه النقطه هذه باش ما ننساوهاش. اولا بعدا اللي نقدر نشهد به هو تقريبا واحد 95% حتى 96% ديال الاساتذه كيديروا العمل ديالهم كوم يلفو، وهذا اون بليس كيديروا في اطار واحد الاخلاق ديال المهنه، وفي اطار واحد المبادئ اللي هي متعارف عليها دوليا سواء في البحث ولا في كذا. إذا كانوا عناصر بحال هذا الشيء ما يمكنش نعموا على الجامعه كامله، بان الجامعه كلها بحال هكا. انا كنقول بان المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم، كاين القانون، كاين العقاب، كاين هذا. حنا العيب علينا حنا كنقابه وطنيه تعليميه، ونجيو ندافعوا على بحال هذا الفساد ولا ندافعوا على هذه الامور؟ مي المسؤولين خصهم يديروا الخدمه ديالهم، حنا تنديروا الخدمه ديالنا، حنا تنديروا الردع. واحد العدد ديال الاساتذه مثلا ملي كنشوفوه ماشي هو هذاك ولا هذا، كنحاولوا سميتو نوعيه ونهضروا معاه نناقشوا معاه، وكذلك حتى على مستوى الترقيه ديالو وكذا. الا كان استاذ اللي هو ما تيشتغلش ولا فاسد ولا كذا ولا كذا، ما تخليش داك الشيء يدوز. ولكن الدوله حتى هي والمسؤولين خصهم يتحملوا مسؤوليتهم، الا كان شي فساد يواجهوه. ماشي حنا عندنا هذه الصلاحيه ديال انه حنا اللي غادي نواجهوا الفساد. اللي غادي يواجه الفساد هو الدوله، هو القانون، وكاين القانون في البلاد. ولكن باش يتستغل هذا الموضوع للضرب ديال الكفاءات ديالنا العلميه والضرب ديال الاساتذه ديالنا، اللي كنقول لك اكثر من 95% الناس اللي كيتقاتلوا من اجل الطلبه وتيحبوا الطلبه كانهم ولادهم، ماشي كانهم ولادهم، تيضحوا بالغالي والنفيس. ودي فوا كان يمكن الناس كيعرفوها طلبة تيعترفوا بان الاساتذه من جيوبهم تيخلصوا باش يعطيوهم باش يتهلكوا باش كذا. دونك ما يمكنش نخلطوا هاد القيمه اللي هي عندنا واللي حنا في حقها كنفتخروا بها ديال الاساتذه مع بعض العناصر اللي هي كتمارس بحال هاد الحوايج. وتنقول بانه كنعاود ناكد العيب هو اللي جينا حنا وحمينا الفساد او تسترنا عليه او غطينا، وهذا بالعكس. انا كنقول المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم في مواجهه ديال هاد الشيء. استاذ ابو النصر، وانت الكاتب العام او الكاتب المحلي ديال النقابه الوطنيه التعليميه في الضرب بيضاء، شكرا جزيلا كنت معنا، وفي نفس الوقت شكرا لك ايضا نائب رئيس ديال النقابه الوطنيه التعليميه. شكرا لكم، شكرا.